السيد المستشار على طرح هذا السؤال. باش نبدا بغيت نشير ان بلادنا تتوفر على تقريبا 2100 حافله للنقل العمومي للمسافرين، المتوسط ديال العمر ديالها 13 سنه ونصف، منها 840 حافله عمرها تيقل عن 10 سنوات، 820 تيتراوح عمرها بين 11 و 20 سنه، وتقريبا 450 حافله عندها اكثر من 20 سنه. تنفيذا لاستراتيجيات وزاره النقل واللوجيستيك الهادفه الى تاهيل القطاع ديال النقل الطرقي وتحسين مؤشرات السلامه الطرقيه وحمايه البيئه، تم اعداد برنامج لتجديد اسطول النقل الطرقي للتخفيف من ظاهره تقدمه، وذلك من خلال تخصيص منح لفائده المهنيين باش يجدوا المركبات ديال النقل الطرقي اللي تتجاوز عمرها 15 سنه. وتجاوبا مع ملتمس مهني القطاع، أدرجت الوزارة هذه الفئة ضمن المستفيدين من منح تجديد المركبات باش تأهل هذا القطاع وترفع من جودة الخدمات المقدمة. وفي إطار قانون المالية ديال سنة 2019 تم تمديد هذا البرنامج إلى غاية سنة 2023 مع الرفع من قيمة المنحة، حيث بلغت الميزانية سنة 2019 250 مليون درهم سنويا بارتفاع بنسبة 66% مقارنة مع 2018. وهذا البرنامج مكن خلال الفترة ما بين 2008 و 2022 صرف أزيد من 5804 منحة خاصة بالتجديد والتكسير بغلاف مالي تيبلغ 881 مليون درهم، واستفاد قطاع النقل العمومي من المسافرين من 93 منحة للتجديد والتكسير بغلاف مالي بلغ حوالي 30 مليون درهم. أخيرا بغيت نشير أن الوزارة بصدد دراسة كيفية تحسين برنامج تجديد الحاضرة للحافلات، مساهمة منها في الرقي بالنقل العمومي للمسافرين، والطموح ديالنا هو أن نتخلى عن الحافلات التي يتجاوز عمرها 15 سنة في أفق 2026، والشيء الذي يستلزم تعبئة اعتمادات مالية خاصة لتجديد هذه الحاضرة تقدر ب 500 مليون درهم. وشكرا.